يعني انا اقلق، انا حقيقه اشيل هم التيار الصدري، وحتى سيد مقتدى اما مشكله بيت الصدر ما ينكرهون، يعني رغم الخلاف والاختلافات الحبهم حقيقه. التيار الصدري للاسف خسر الكثير، هسه حتى لو ما يخسر مقاعد وما يخسر كذا، لكن خسر حلفاء. كان مثل ما كان الاول في الشارع ممكن يكون الاول في السياسه. انا اعتقادي كشخص، يعني اليوم تسمع وانا اسمع وكذا انه الصدريين راح يجيبون كذا مقعد، ان شاء الله يجيبون وراح ياخذون رئاسه وزراء، لكن الصدريين لو جابوا 156 مقعد مو 100 مقعد، سماحه السيد سوف لا ياخذ رئاسه وزراء، لان عنده بيت الصدر اكبر من رئيس الوزراء. شنو سماحه السيد ما ياخذ رئاسه الوزراء؟ يعني قصدي للتيار الصدري مو له هو شخصا، ما ياخذ، بس يعني ما ياخذ، ما يجيب رئيس وزراء صدري. يعني الصدري انت تعتقد من بيت الصدر ام لا 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 من التيار؟ من التيار؟ اي، لان عنده تعرف هذا اليوم لما يجي من التيار الصدري، يعني اي خطا من او خلل من رئيس الوزراء هذا سوف ينحسب على آل الصدر اللي هم جايبيه، ولذلك عنده عنوان بيت الصدر اكبر من رئاسه الوزراء. ممكن ان يشترك، قلت لك لو يجيب 156 مقعد طبعا ما يحتاج تصويت، لكن ممكن ان هو من ياتي ان يكون سببا رئيسيا مثل ما كان في الكاظمي وقبلها عادل وقبلها المالكي وقبلها العبادي. نعم، لكن سيدنا سيقال هذا مرشح التيار الصدري. ميسر. ها؟ هذا ميسر. شنو ميسر؟ يعني لن يشكل حكومه باسمهم؟ لا. هم اعلنوا انت هسه هم يعلنون انا فهمي هيك. أنا فهمي. أنت تحلل المعلومة. أخي أنا قلت لك في اليوم فد كلام طلع مو صحيح، فأنا صدري دا أقول لك، هذا فهمي لسماحة السيد. تغير بهالسنتين ثلاثة ما أعرف، ما أتصور يتغير. رجل عراقي ورجل وطني ورجل شريف، وهم الأول بيت الصدر والمذهب، فما يرشح. أنا كانت في بعض، أقول لك يعني بعض يعني المناصب أقل من هذه كان السيد ما يقبل بها. أنا كان سؤالي أو مقدمة لسؤال آخر. كل القوى السياسية التي شكلت حكومات في المراحل السابقة سقطت جماهيريا، وأكو سقوط آخر قد يكون، ألا تعتقد أنه هذه أو تخشى أنه ممكن أن تعطى الحكومة إلى التيار الصدري؟ نقدر نفكر بها أنه فخ لإنهاء هذه القاعدة الشعبية؟ لا لا، هذا فوق، هذا شيء يختلف تماما. أنا حاج وياك، أنا اتفقنا ابتداء بعد 2003 ماكو أحزاب وكتل حقيقية. نعم وجود أسماء بس ما لها جماهير، ولذلك بعض الأحزاب اللي صارت هي صارت بسبب السلطة. وإذا التيار الصدري هو الوحيد صعد لأنه ما استلم سلطة، فبالتالي السلطة إذا استلم التيار الصدري سوف تسقطه مثل ما أسقطت الآخرين. هذا ما يخشاه سماحة السيد. وأنا هذا دائما ما أنا أسأل به وأنا أناقش، يعني المثقفين في داخل التيار الصدري.